التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس السيد جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد لارشي أكد على ترحيبه بزيارة السيد الرئيس إلى فرنسا وإلى مقر مجلس الشيوخ، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والفرنسي، وموضحا حرص فرنسا على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن امتنانه لزيارة مقر مجلس الشيوخ الفرنسي وتطلع سيادته لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة خاصة في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.